ونروح لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في هيئة الأبنية التعليمية، وبدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من المدارس المصرية اليابانية، وبتضم 55 مدرسة مصرية يابانية موزعة على محافظات الجمهورية. قالت وزارة التربية والتعليم إن المرحلة الثانية من المدارس المصرية اليابانية بتضم 55 مدرسة، بالإضافة ل 45 مدرسة ضمن المرحلة الأولى بتدخل الخدمة جامعها نهاية أغسطس الجاري عشان تستقبل العام الدراسي الجديد. وأضافت إن إجمالي المدارس سوف يصل ل 100 مدرسة مصرية يابانية تم إنشائها حديثاً.